وبالعودة إلى الانتهاكات في سجون العراق، لا سيما سجن الناصرية، والبيان الذي أصدره الميثاق الوطني العراقي بهذا الشأن والذي ذكرنا الخبر في بداية هذه النشرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني السيد إبراهيم العجيلي. مرحبا بك سيد إبراهيم. أصدرتم في الميثاق الوطني العراقي بيانا بخصوص الانتهاكات ضد المعتقلين في سجن الناصرية. بداية، يعني كيف تنظرون في الميثاق إلى هذه الانتهاكات؟ طبعا هذه الانتهاكات المستمرة التي وصلت إلى حد القتل الجماعي، وكيف تنظرون إلى توقيتها؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم وإلى جميع مشاهدي تلفزيون الرافدين في كل أنحاء العالم. أهلا بك سيدي. حقيقة ما حدث في سجن الناصرية أو ربما يحدث في مناطق أخرى حتى، هي شبيهة بما حدث في الموصل وفي الفلوجة في المرات السابقة وفي مواقع معينة ومناطق معينة في صلاح الدين. هي أشبه ما تكون التطهير الديموغرافي والتغيير الديموغرافي وقتل الناس وتشريدهم ومصادرة أموالهم واعتبار هذه الأموال سواء الحلال أو غيرها يسموها غنائم. يعني هاي مو مسألة جديدة للمتواطئين مع المحتل، أصبحوا جزء من قوى الاحتلال لنهب خيرات أبناء الشعب ولقتل أبناء الشعب العراقي. هاي مسألة يعني أصبحت يعني معروفة، وقبل سنتين حتى مجزرة كبيرة بالسجن جرف الصخر وقتل السجناء ورميهم في العراء، وتبرعت جهات معينة بدفنهم في قطع معينة من الأراضي، شهداء مجهولين حتى أنه ما ينعرفوا شكل هذا من هو وش اسمه ومن ابن من. فحتى يعني على مدى هذه ال 15 سنة هناك أستاذ إبراهيم، يعني هناك من يقول بحسب التقارير التي تصدر، تقارير حكومية أو تقارير رسمية أو تقارير حتى من داخل، يعني داخل زنازين المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم يعني بإعجوبة إذا إن صح التعبير، يقولون أن هناك يعني مئات الآلاف من المعتقلين والمغيبين في إطار يعني التغيير الديموغرافي. هذا المغيب بعد مرور 20 عام أو 20 سنة هو يمنع من عملية الإنجاب الولادات، يمنع من حياته بشكل طبيعي، وبالتالي يتم تحجيم فئة معينة أساسية من المجتمع العراقي. النقطة هنا عندما يصل إلى مرحلة إطلاق السراح، قبل إطلاق سراحه وإنهاء محكوميته يتم قتله، كيف تنظر إلى ذلك؟ اللي محو آثار الجريمة هي معروفة، يعني هناك من يقتل في السجن، هناك من قتلوا في السجون وغيبت جثثهم وأسماءهم وأصواتهم نهائيا، وهناك من قتلوا بعد إطلاق سراحه بيوم أو بساعات تم تصفيته. ممكن هذه حصلت في العراق في مواقع مختلفة، لكنه للأسف الشديد الرأي العام العالمي يواجه هذه العمليات بالصمت، وكذلك يعني أطراف كثيرة في داخل العراق أيضا يبدو وكأن هذا الأمر يمر بشكل عجيب غريب، أو تسأل هذا ليش وين، يقول لك لا ما ندري، وطرف ثالث المتظاهرين بالشوارع قتلوا وشيعة جثمانهم كشهداء على أعين جميع الناس، جميع المشاهدين، جميع المتواجدين معروفة عوائلهم وأهاليهم وأسماءهم، ويقول لك هذا الطرف الثالث. طيب هذا شلون طرف ثالث؟ هل هو مختفي ما تحت الأرض غير واحد؟ يعني هناك جهة متواجدة بين فئات المجتمع تقوم بهذه الجريمة، وهذه الفئات مدعومة ممولة بالسلاح وممولة بالمال منذ تاريخ 2003 إلى حد هذا اليوم. هذه الأعمال تجري ما لها معالجات ولا لها، وهناك يعني عمليات تطهير السجون اللي خرجوا من عندها المسجونين وهربوا أيضا، وما تعرف خيوط القضية ممتدة من خارج السجون ومن السلطات إلى داخل السجون، وإلى تمتد إلى أرواح الناس وحياتهم الشخصية، وبنفس الوقت يتكلمون عن حياة ديمقراطية الناس لم يتكلموا بشيء. حديث حكومات ما بعد الاحتلال دائما
لا يخلو من مصطلحات الديمقراطية. طالما كانت سلطات السجون تبرر موت المعتقلين بتدهور حالتهم الصحية، اليوم وبعد الكشف عن آثار تعذيب يعني ظاهرة على جثث الضحايا، المبررات دائما تقول يعني إفادات حكومية تتحدث عن موت المعتقلين بشكل طبيعي، يعني إن كانت يعني حتى تعضلها وتسندها بشهادات طبية صادرة من مؤسسة حكومية. الهدف من قتل المعتقلين بهذا الشكل النمطي، ما هو موقف الحكومات من قتل المعتقلين دون محاكمات تخضع لمعايير قضائية صحيحة وبهذا الشكل يتم تصفيتهم داخل السجون؟ كيف تنظر إلى موقف الحكومات منذ عام 2003 وحتى الآن من عملية تغييب المعتقلين وقتلهم ببشاعة؟ أولا هناك موقف تواطؤ، هناك تواطؤ بين هذه الميليشيات التصفوية التي تصفي الناس بهذه الطريقة وبين أطراف معينة، خيوط معينة تمتد داخل هذه السلطة. وهناك أيضا هناك إخفاء، عمليات إخفاء، هناك ناس دخلوا السجون واختفوا ولم يروا عوائلهم ولا أقربائهم من ذلك الحين، وعدوا في عداد الشهداء. فالقضية يعني لها امتدادات من خارج السلطة إلى داخل السلطة، يعني بمعنى آخر أن النفوذ الأجنبي سواء كان أو المتمازج مع الاحتلال هو الذي يقوم بهذه الأفعال، الذي يمتزج مع السلطة وخيوط السلطة، أو تديره السلطة، خيوط تديرها السلطة بأصابع خفية من خلف جدران القانون وفي خلف جدران النظام. هل هذا يعني أستاذ إبراهيم أيضا عدم إجراء التعداد السكاني منذ 20 سنة والتغييب مستمر، يعني لا يوجد عمليات ولادات ولا توجد إحصائيات تدل على زيادة فئة معينة أساسية من المجتمع العراقي، هل هذا يعني أن مشروع التغيير الديموغرافي ونظام المحاصصة والتقسيمات التي جرت وفق هذا النظام، هل هذا يعني أنها ستستمر وفق نتائج عمليات قتل المعتقلين المغيبين بمئات الآلاف؟ نعم هناك عمليات في الحقيقة، عمليات التغيير الديموغرافي الذي يرافقها إسكان أعداد كبيرة من ناس غرباء قد تزيد أعدادهم على 2,000,000. وهناك أرقام تكلمت عنها هيئة التقاعد العامة بوجود 1,000,000 شخص من خارج حدود العراق يقبضون تقاعد من مديرية التقاعد العامة بحدود 1,000,000 دينار فما فوق. فهذه كلها تجاوزات وخيوط ممتدة إلى داخل الوطن تغطي على إمكانية إجراء التعداد العام للسكان المحليين في العراق وضبط أعدادهم الفعليين باتجاه تغيير طرد وقتل وتهجير وتجريف مناطق كثيرة في العراق وإحلال محلهم أجانب من خارج حدود الوطن. نعم، من لندن عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي السيد إبراهيم العجيلي، شكرا جزيلا لك.